السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير. ما بغيتش نغوت حتى صافي وصلت لواحد الوقت صافي عييت. دابا وسط النهار، كي دايرين بعدا؟ لاباس عليكم، كل شيء بخير. بديت معكم هذا الفيديو هذا، لقيتوني غاده خارجه تغدينا. طيب تغدي، والصراحه ما كنت غادي نديرها في الطاجين، ما بقيتش حتى في الطاجين صافي، حيدت بلاش عليا، مشى الحال البنات. صافي النهار اللي كنكون غاده خارجه ولا معروضه لشي بلاصه اللي زعما ضروري خصني نمشي، الكوكوط، واخا الكوكوط ماشي صحيه، ماشي بحال الطويجين داكشي كيبقى هكا، ولكن البنات ما عندي، ما عندي درت كوكوط تغدينا الصراحه. صافي البنات وصلت للميعاد ديال الغدا، هذه باقا فيها البنات شويه ديال الحيمه، ما بغيتش نغسلها كوكوط. صافي مسحت البنات فوق الطبله، مسحت ضروري، جمعت البنات، شطبت. المهم درت، شوفوا درت شي حاجه غير بسيطه الصراحه، الدار خصها واحد السيقه، ولكن ما قدرتش حاليا. هذوك البنات ما عتمالو يلا صايبتهم، شوفوا كي معوجين. صافي المهم الدنيا مجموعه، وحاجه اللي عندي فقط هي الصينيه، واحد الصينيه ديال اتاي، راكم عارفين اختكم دوني ضروري اتاي، ف يلا شربت دابا كاس اتاي وسميتو، يلا شربت كاس ديال اتاي، وباقي البراد هانتم نغسلو عاوتاني. هنا البنات صراحه حاشاكم كنجمع فيها الزول، ما كان هي كندير في داكشي ديال باش ما يتسدش ليا القادوس. صافي وهنا يا جماعه الدنيا، نشرت المانط، نشرت المانط، نشرت الحوايج، حيد الزربيه عاوتاني، المهم ضروري نلقى راه حاجه زوينه. ست البنات شفت بحال هكدا، اش كيقولها الزربيه، بقى لي اللي بيت نرجع ان شاء الله، حيت دابا غادا خارجه، تنرجع ان شاء الله ونضرب عليه بواحد واحد الطيبه ان شاء الله هكا. صافي ان شاء الله البنات انتم معايا، غادا خارجه ونديكم ان شاء الله معايا صحباتي، غير كنت نبدا معاكم كل فيديو ماشي زعما غير نجي ونخرج. يلا البنات، ايوا يا صحباتي هنا جيت اختي. المهم تكت الحاله هكا، قديت شويه الحاله كما كيقولوا، درت شويه بالحاله على قد اختي. المهم لبست البسكسيوه وهزيت واحد الصويا كان عندي والزويف هذا، عطاتو لي صراحه صاحبتي حكيمه اللي كنت مشيت عندها، اللي كان اللي جات من بلجيكا زعما، تحيه خاصه ليها هي اللي كانت عطاتو لي صراحه زويون، والله العظيم الله يكبر بها، عطاتو لي هو الصراحه وشي حويجات اخرين. صافي البنات جيت هنايا، عرضت عليا واحد المتبعه اللي راه ولات في المرتبه ديال الام ديالي وديال خالتي وديال الله يكبر بها، والله العظيم عطاتني بحال هكا باش نستافد البنات بزاف ديال الحوايج. الانسان اللي كيبغيك هو اللي كيعيط لك وكي يسول فيك، كيعرفك انك في الدار غير جالسه، كيعيط لك انك تستافدي من شي حوايج اللي غينفعوك في المستقبل، ما تبقايش غير باركه وما فاهمه حتى شي حاجه. الفورماسيون هذه الصراحه استفدت بزاف الحوايج معاهم، ودوزت واحد النهار اللي هو زوين معاهم والله. انا طماع غنديروا ليه 100 درهم لواحد وكمصنا نعطوه 100 درهم في نص النهار. صافي قالوا لي اجي الوالده نعطوه نخلصوك، الله يرحم ليك والدي، باش تصلي انت كبرتي وتصلي 100 درهم في النهار، تعرفوا كل مره كيعطيها واحد، الشهر الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، والدراري عيا هما يحبسو، حبسو عليه هو غير صلى جاب العشيه، قال لي مشكل اللي فيه 100 درهم اليوم. الوالد صافي راه 6 شهور كتب لي دابا غير صلي، قال لي انا عارف غدير لي هاد القاد انا كنصلي بلا وضو. دابا مشكلة هما دوك الرجال اللي كنت نعطوهم 200 درهم اليوم، لا لا بس يقول لك حبسي تصدق عطية ديرو. نشوف غنعرفو، نعرفو كيفاش نقنعو، كاين الرجالة شتي، عرفنا كيفاش نقنعو والله، الا عرفنا كيفاش نقنعوه اقسم بالله تعرف نمشي لقلت تنوض من الصباح وهي مكامله الواتساب والعيالات وهي داخله هي خارجه وحده من العائله ديالي ما نكبرهاش يوميا غادي ديك سين جاي. والله البنات الا تخيلوا دابا، المهم خالتي لطيفه مشيت معاها هذه المره الثالثه ولا مرات، نشوف كانت عرضت عليا واحد الحفله وكنت حضرت معاها واحد الفورماسيون الاولى وهذه الثانيه، سبحان الله يعطي، كتحسي بواحد الاحساس اللي مختلف والله، كتبدل اول حاجه كتبدل الجو، ثاني حاجه الانسان كيحس بك وعارف ظروفك وبغاك تحسني وضعيتك وكيحاول انه يساعدك، فالله يكبر بها ان شاء الله، ويا ربي تيسر لي اموري. البنات تشوفوا انا والله الا انا من الناس اللي راسي صغير، وراكم شفتوني البنات كنت درت داك المشروع ديال سميتو، داك المشروع ديال بيجامات، وما كان صدق ليا، وانا وكنت دخلت في اوريفرام وكان وقعوا لي شي مشاكل اللي ما كنتش انا كنعرفهم، حتى واحد ما شرحهم ليا، وطحت عاوتاني في غلط فيه بزاف الحوايج الحمد لله، وما كنملش، الخايبه هي نمل، انا ما كنملش، وقناتي دابا راه 3 سنين وما شاء الله ونص وانا طالعه فيها، وباقى المشاهده ما عنديش، وكنشوف بزاف الحوايج وما كنملش. انا من الناس اللي ملل ما عنديش في القاموس ديالي، واخا بعد المرات كنتهرس، شكون في هذه اللي ما كتهرش وتبكي وصافي تفقد الامل وتقول غنحبس هذا، ولكن كنعاود نتقوى من جديد والله العظيم. المهم الله يقدر لي فيها الخير يا ربي، ولا تحاشمني يا سيدي ربي، هادشي غادي نطلب يا ربي، انا قلبي راه فيه الخير وكنتمنى الخير لكلشي يا ربي، تاتيني داكشي اللي في قلبي، تاتيني به اللي كنبغي راسي
راه كنبغيه للناس. وإلا كنت كنبغي شي حاجه خايبه يا ربي تجيني انا الاولى. انا عارفه راسي علاش، لانني كنبصح كنبغي الخير للناس وربي اللي شاهد، ونيتي ماشي ناقصه ولا زعما كنوي الغدر ولا شي حاجه. المهم البنات دوزت واحد العشيه زوينه، تفرقت مع خالتي لطيفه، مشات هي شتا الطاكسي، انا هنا البيت رحيم ولا يرشد، انا قلت لها باقا شويه خالتي لطيفه، قلت لها غنمشي على رجليا. ودست البنات لواحد بيم كيحمق، كاينه البنات في حي مولاي رشيد، زوين 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 صراحه، فيها البنات واحد الحويجات زوينين المعينات كيحمقوا احسن من هذا. ماشي زعما خايب هذا اللي حدانا، ولكن هذا اللي حدانا صغيور، هذا بيم ديال حي مولاي رشيد كبير ما شاء الله، كبير كبير. عرفتي لقيت فيها البنات المعينات، غنشارك معكم بزاف بزاف ديال الحوايج ان شاء الله اليوم. هذا الفيديو اختي اش غنقول لك، هذا الفيديو اختي زوين وفيه الحداقه وفيه واحد الخريجه راه شاركتها معكم، وغنمشي ان شاء الله للدار للدار، وبزاف بزاف د الحوايج وقعوا لي في هذا الفيديو اللي ما شاء الله. هنا البنات كاين هادو ديال البحر صراحه زوين، هادو والله الا كينفعوا البنات، شوفوا هادو والله الا كينفعوا، عرفتي بزاف د البنات اللي كنهضر معاهم عندهم كينفعوا، كتهزي في الماكله كتبقى لك سخونه وما كتقش لك برا ملاه كنت غادي للبحر، زوينين وفيهم السنسله هي خصك تحافظي عليهم. كاين البنات هاد اللون وكاين واحد اللون اخر، ها انتم كيفاش دايرين. شاركت معكم البنات هادوك السوبيرات حتى هما تما، هادوك لانش بوكس ديال الدراري اللي على شكل قريدات، جايبين البنات البيجامات قد بنتي 7 سنين 8 سنين 10 سنين، المهم كاين كاين، جايبين دوك القريعات ديال الزيتون ديال المصير ديال العطريه فنين، ها انتم شوفوا كيفاش دايرين ربعه اللي مهم زوين زوين. الثمن الثمن ديالهم صراحه زوين، هادي البنات صراحه هادي ديال الماء، هادي التبريق ديال الماء، الماء بزاف الحوايج دايره البنات 200 درهم، هادو دابا البنات دايرين 15 درهم. سمحوا لي كنزرب لكم ما عرفت مالي بقينا مجريين عليا شي واحد هز عليا الزرباطه. هادو البنات فراشط دايرين 24 درهم واقيله، باينه البيم غدعيني تقولي اختي، كتقولي انا حيت فقدت البنات صراحه نسولهم، حيت ما كتبش عليكم البنات مع بقى جديده ما عرفتهمش، هادو اللي الفوق صافي ولفتهم، هادو ما كيعرفوني ما كنعرفهم، غير دخلت نصور وخليت شي حاجه كانت خاصاني. ها انتما بتشوفوا هاد جوج صينيات، جوج بلاطوات زوينين، ها انتما كاين الكبير والصغير، المهم فنين. الثمن البنات واقيله واش 200 درهم ما يمكنش، ما عرفت اختي ما عرفت. هادو البنات ماكينه حتى هما، جايبين هاد الماكينات هادو دابا، ولكن الصراحه بزاف اللي قال لي ما زوينش ما عرفت، سولت واحد البنت قالت لي صراحه ما زوينش والله، هادو اللي ما عرفتش البنات ديالاش صراحه، ما مكتوبه فيهم غير ما قريتش. جايبين هاد مونينيكسات عاوتاني ديال الاينوكس، ها انت اختي ديال الدجاج واينوكس، المهم زوين صراحه، وهاد بيم عجبني عجبني، وكيجيبوا فيه العروض الصراحه، شي حاجه غابره لك تلقايها هنا. ها انتوما الطلعه ديال حي بركه، ها انتما نقول لكم عطي حي البركه، حي البركه المهم راه في حي مولاي رشيد تقريبا، حي البركه حدا مخبازه، مخبازه اشنو لبيب، حدا مخبازه لبيب، داك بيم اللي حدا مخبازه لبيب تما راه كاين هاد بيم، هذا كاين بيم اللي من اللي في الطلعه، وكاين بيم اللي في الهوده، انا في اللي في الهوده اللي مشيت ليه اللي حدا مخبازه لبيب اللي لتحت اللي كتبقي غاده مع ديك الطواليه تما حدا التراموي. هنا البنات جايبين واحد البيجامات كيحمقوه ديال البنات قد بنتي وكبر من بنتي قدي انا، ها انتما البنات شوفوا هاد اللوينات، كاين في الغوز بيبي، كاين في الزرق، كاين في بزاف د اللوينات، كاين في الكري، عرفتي اللوينات كيحمقوا كيحمقوا يا البنات. انتما قطن عرفتي زوينين بزاف بزاف، عرفتي شفتهم اسا قلت لها ما جبتش معايا، عرفتي لصقات عرفتي زوينين زوينين، ها انتما غنحل لكم حدا تشوفوا كيفاش دايرين، عرفتي رطبين ها انتما غنحل لكم تشوفوا، ها انت اختي هاكو يلبسوهم اللي يخرجوا من الدوش ولا في الدار، وما راه ماشي ماشي سخان راه باردين، ها انت اختي انت اختي الصراحه طحت لكم على الهوته في هاد بيم، هاد بيم والله الا واعر اقسم بالله، واخا داك بيم اللي حدايا ما كيجيبوش فيه بزاف هاد الشيء هذا، حيت صغير وكان كبير غيجيبو داك الكونتيتي كثيره، ولكن حيت صغير. انت اختي شوفي اختي وعاريت اليوم لبست الساعه تزاد في تزاد فيا النص اختي، ها وعاريت اختي غير كل... عرفتي يا البنات الزنقه الحراره الحراره الحراره، دابا شحال الساعه دابا راه قريبه السبعه ديال العشيه والحراره تقولي الله الصباح، عرفتي الحراره دابا دخلت البنات، المهم راكم شفتوا البنات خرجت رديتكم معايا خرجت ما خليت ما درت برا، وباقي الشمس كالبنات كطنطن اش غنقول لكم، الله يرحمنا يا سيدي ربي. دابا لقيت البنات دخلت، المهم بدلت حوايجاتي هكا بدلت الكسيه وداك الشيء، غادي المهم غندير هكا شي حاجه ناكل بعدا ندير الكوتا اللي قسم الله، وغادي نرجع لهذا البيت هذا خصني ان شاء الله نشطبو، خليت البنات قبيله معاكم زربانه كلشي درتو الا هاد البيت خليته هو الاخر ماشي مشكل. المهم عرفتي اش غنقول لكم البنات، ملي كنت جايه كنت خاسر شي حاجه في المارشي، المهم البنات في الانستغرام يكونوا شافوني صورت لهم سيدي مومن، قلت لهم تحيه للناس ديال سيدي مومن، وهذا معاك جايه من ديك الطريق. سمحوا لي نصور التليفون، ها انت يا اختي التليفون حتى كدات عادش كي اسراء، العلامه التجاريه ديالي هي اسراء، دير لكم لايك وسلام. قلت لكم البنات صافي وطلعت كنت خدت شي حاجه
ولسا كنا ناخذ معايا الخبز، عندي واحد مول الخبز تما، هو مراتي عزيز عليا بزاف، كنتقدم من عندهم كنمشي عندهم، المهم ضروري خصني ناخذ، ولا واخا نكون عاجله المهم ناخذ عندهم، واخا غير خبزه المهم ضروري خصني ناخذ، ولات عندي بحال الباروك. المهم البنات مشيت خدت داكشي اللي خصني، خديت البنات هكذا واحد، المهم خديت داكشي كاع اللي خصني هكا اللي غنحتاج في الدار، خديت شويه العطريه ما بقاتش عندي، قلت ما حدي جايه جايه ما نبقاش غادا للدار ونرجع، خديت لي خصني تسع مول الخبز، مول الخبز هذاك المهم هذا نعاود لكم تفهموا كل شيء. واقفه اسراء طفات عليا الضوء، اسراء بلاتي حيده ما حيدي، لا حيدي بلا نحيد البنات، اسراء طاحت على البوله، قلت لكم البنات صافي، وقلت لي عطيني واحد خمسه ديال الخبزات ياكو بحال هكذا، وكان واقف حدا واحد معاه، جا بحال انه المهم راجل كبير جا عنده، وقف معاه بحال هكا كيتهضر شويه، يقول ليه الله يرحم لك الوالدين ما عطيني شي خبزه في سبيل الله، قال لي وسير وسير بحالك راكم كثرتوا في هاد البلاد راكم، وتخيلي هو هذاك اللي جا قال لي عطيني خبزه كيبكي قال لي الله يرحم لك الوالدين الله يرحم في سبيل الله، تخيلوا البنات وانا ضرني خاطري واش غتفهموا كل شيء في الاخر، قال لي سير بحالك راكم كثرتوا في هاد البلاد سير بحالك، ما كاين عندي لا خبز لا جوج خبزات، عرفتي يا البنات عرفتي قلبي تزير 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 عليا، بقيت كنشوف فيه كيفاش كيدير لي واحد القطه ويقول لي سير ويمشي عنده ويدفعو، قال لي وسير بحالك قلنا لك كثرتوا في هاد البلاد، وانا وتخيلوا البنات ان هاد الشيء كان في الاخر عاود لكم شنو هو هاد الشيء كامل اللي وقع، هو يمشي وانا نقول لي تعالى تعالى، قلت له غير قولها لي، قلت له حشومه عليك دير لي بحالك، قلت له غير قولها لي بعدا انا ماشي مشكل احنا كاع فقراء تحت رحمه الله، ناخذ لي خبزه شنو فيها خبزه ولا جوج ولا حتى 10 الخبزات علاش درتي لي بحال هكا حشومه عليك، وبدا كيضحك قال لي اقسم بالله العلي العظيم قال لي درتها بالعاني غير باش غير بغينا نشدو فيك وصافي، قلت له كيفاش، قال لي دار صاحبي والمسطي هذا راه كنعرفو، ولكن البنات حتى والله جاتني البكيه اقسم بالله الا بديت كنبكي، وقلت لي حشومه عليك لعبتوا لي على المشاعر ديالي، قلت لي تعالى خذ عمي الخبز، وتخيل داك الراجل مع راجل كبير اثر فيا، عرفتي شنو يجي واحد يقولك عطيني ناكل وتقول لي سير بحالك كثرتو في هاد البلاد راه حشومه عيب، لان راه الصدقه الماكل راه فيها راه عندك اجر كبير، عرفتي البنات ما عجبنيش الحال، وقال لي واخا قال لي درنا فيك المقلب، قلت لي هذا ماشي مقلب وما عجبنيش الحال، تزير لي قلبي بزاف بزاف في الاول، صافي صحابني بالصح وتبعته، قلت لي تعالى عمي تعالى، هو يقول لي نعم ابني، قلت لي خذ الخبز، قال لي يا بنتي نقولك واحد الحاجه هادشي هضرنا لك غير بغينا نضحكو نشوف واش غادي واش غتهضري ولا لا، واش غتهز فيك شي حاجه ولا لا، قلت لي حنا كمسلمين غتهز فينا، علاش حنا مسلمين، علاش انا مثلا نشوف واحد كياكل العصا وما يبقاش فيه، ولا مثلا واحد فيه الجوع وانا شبعانه وعندي الماكله، راه ضروري غادي نصدق عليه ديك الماكله، في سبيل الله الصدقه راه ماشي عيب، راه في سبيل راه الله سبحانه وتعالى دار لنا الصدقه نعاونوا بعضياتنا، والله الا بقى فيا الحال وفي الاخر واخا كون قال لي راه صاحبي وهذا وهذا راه ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء بحال ارتاح لي شويه قلبي، ولكن تاثرت واحد اللقطه والله الا بديت كنبكي، وقال لي سمحي لي يا بنتي راه كتكون عزيزه عليا وكتجي تقدمي من عندي وهذا غير بغينا نضحكوا معاك نشوف واش غتقولي رده الفعل ديالك، فقال لي رده الفعل اللي كنت انا وياك غادي ديريها هي اللي كاينه انك بنت الاصل، قلت لي هذه ما فيهاش ان بنت الاصل اي واحد غادي يدير نفس التصرف ديالي، اش غنقول لكم خرجات مني اليوم وبقيت نبكي اقسم بالله البنات ما كنكذب عليكم، وربي راه فوق مني وغدا راه الجمعه الى اثر فيا بزاف هذا الشيء، هذا ما كيعجبنيش بحال هذا الشيء زعما كون كان بصح ما غيعجبنيش الحال، والله يلا صحاباتي ان شاء الله نتوما معايا اذا تا غنبارطاجها معاكم، دخلت قلت والله تا غنعاود البنات انا كيوقعوا لي شي قصص اقسم بالله الا كنبقى غير نشوف سبحان الله، يلا هانتوما معايا صحاباتي والله البنات دويت معاكم من قلبي والله عرفتي بقى فيا الحال بزاف، وهذا السيد اللي كنقول لكم عليه راه كناخذ منه والله معروف في المارشي راه كيكون مهم ديما كناخذ من عنده الخبز ديما ديما هو اللي كناخذ من عنده، راه اللي المتتبعات اللي كانوا كيشوفوني هذا هو اللي كنمشي كناخذ عنده ديما الخبز، عرفتي بقى فيا الحال بزاف عرفتي بقى فيا السيد مسكين عرفتي واخا هادشي داروا غير مقلب ولكن تاثرت بزاف والله البنات ما سهلونا عمر دا بيا، والمشكل انني كنعرفو زعما ماشي ما كنعرفوش، الانسان راه كتقدم دابا تقريبا راه 3 سنين كتمشي من عنده، راه قبل ما نسكن في الدار ولا كنمشي ناخذ عنده الخبز، فبحال بنته بحال بزاف الحوايج، فهو قال اجي نجرب هذاك صاحب واقيلا كيبيع حداه العناب ولا ما عرفت كيبيع حداه البنان، فانا ما كنعرفوش ملي جا عنده قال لي عافاك شي خبيزه الله يرحم بها، قال لي سير هو سير بعد، قال لي الله يرحم لك بحال هكا بالطريقه، قال لي هو سير كنت مصبره شي سربيتات هكا بغيت ان شاء الله البنات نديرو الفدا، هذا كيما قلت لكم ما بقاش ندير فيه الخبز ديما غنولي ندير فيه الخبز هكا، الا كان عندي واحد شي ضياف واخا انا عارف راسي ما كيجي عندي حد ماشي ديما، الا كان عندي شي واحد هكا غندير فيه هكا خبيزه غير فديك اللقطه وصافي، اما البنات باش ندير سمحوا لي انا هكا داير باش زعما نبدا ندير فيه الخبز، البنات اللي كيدخل لي الحشرات بزاف راه قلت لكم في الفيديو اللي فات كيدخل لي فيه النمل كيدخل لي فيه بزاف ديال الحوايج،
فمن الافضل شي حاجه اللي كتسد كتزمط باش ما يدخلكش شي حاجه. المهم ما عليناش، كنت كنمسح فيه. هذا البنات عندكم هذا ومستر بي راه زوين بزاف. عرفتي البنت هذا واعر، عرفتي هذا واعر. كنت قلتها لكم غير انا اللي الحاجه اللي ما عجبتنيش فيه، اولا كيهلك حتى هو اليد، خاصك ديري اللي كات. هذا البنات زوين بزاف بزاف. عندكم البنات هذا وعندكم هذا مستر بي ما عرفتش فين هو. المهم البنات عندكم هذا وهذا والاخر زوين، هذا زويون غير هو ما ديريش الاينوكس الالومنيوم، لا الالومنيوم ديري الاينوكس حيت الالومنيوم كيخسر. لا الاينوكس كيرشو كيشعل البوطه، اي حاجه نتوما البوطه البرارد، المهم كلشي كلشي كلشي. المقالي اللي عندكم فيهم الزيت وماتوا ماتوا بكثره القليه، واخا كتحكي واخا هكا نتوما لازاله جميع الانواع التسربات والدهون الصعبه. هذا الاول، واخا غادي تخبط طاسه بغيتكم باش نوريكم هانتوما شوفوا شحال بقى فيها. واخا راه زربانه هانتي اختي شحال بقى فيها. فوالا ومستر بي كانت عندي التصوير ولحته. وهذا البنات صراحه زوين، هذا واخا هذا كتمسح به البوطه. المهم انا بعدا كنمسح به البوطه ولكن كتخليها واحد المده، ما يمكنش اختي غادي تجي وترشي وتقف البلاصه غادي تخرج البوطه. ديريه واحد مثلا كاع مورا الغدا غادي تطيبي الغدا رشيها مزيان وخليها وسيري ضربي على بواحد الحكيكه هكا خفيفه ترجع كتشعلها. نتوما كيفاش كنحطهم لكم هكا باش تشوفوهم اللي بغات تسكرينيهم. كاين هذا وهذا، هذا قال لي البنات ما نشوف هذا، البنات قال لي دوني ما لقيناش هذا. هذا موجود في بيم، هو دابا بيم اللي المهم موجود البنات، بيم موجود 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 كاين. ها انت دابا راني راكم شفتو شاركت معكم قبيله ملي كنت في بيم وملي كنت خارجه كاين البنات لقيتو. هذه المره ان شاء الله ندي نمشي بيم ونصور لكم تشوفوا كاين. البنات كيقول لي ما لقيناش. المهم باش عندكم هذا وهذا ومستر بي وواحد اخر دابا ان شاء الله نشاركو معكم، راه توب 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 زوين. وهذا كانت ورات لي واحد المراه هي اللي كانت ورات لي. عندكم هذا ومستر بي واعرين زعما، غير جربوهم البنات والله. هذا البوطه كيرجع هكا كتشعل. المهم البنات صافي هنايا جبت هاد السربيات قلت لكم صبناهم وقلت غادي نبدا نحطهم غير حدايا الصراحه هنا قرابي ليا. الاخرين اللي عندي في البلاكا ماشي ديما كنجبدهم، وهذا البنات ما كنبغيش نغسلو كنخافو يتصدى، فقلت غادي نمسحو بهذا البرودوي. هذا صراحه البرودوي البنات زوين كنمسحو به كيرجعو كيشعل، عرفتي زوين زوين مع واقيلا فيه شويه جافيل واقيلا فيه جافيل عرفتي كيرجع داك الشيء كيشعل. ها انتم دابا مع هذا الابيض بالزربه الغبره كتشد ليا فيه. صافي البنات غنمسحو وندير فيه بحال هكا السربيتات ديالي، والمهم نرتب فيه هكا السربيتات ديالي وداك الشيء اللي عندي كامل. بحال دابا كاين البنات شي وحدين كنحتاج هكا كنغطي بهم الخبز، كاين ثاني شي وحدين كنمسح بهم الطبله ديال الكوزينه بحال هكا كما كتشوفوا. المهم كل وحده وشنو كندير بها. صافي صحباتي هنا نتوما كما شفتوا رتبتهم في هاد الغنجم، وهذا زوين صراحه رتبتهم فيه. بقى نقعد بعدا باش يكونوا البنات قريبين ليا، راكم عارفين اللي كاين. المهم هذا مكان صافي اختي كيعجبني البنات بحال هكا. دابا هنا كل حاجه وشنو كنستعملها، المهم كيكونوا بعدا قريبين ليا. غنحطهم ان شاء الله فوق الثلاجه ونرتاح. وبغيت نقول لكم البنات اي وحده، المهم فيديو ديال البارح حطيت لكم ديال هذوك الكسيوات، هذوك الكسيوات البنات راه ماشي للبيع حيت بزاف بزاف ما شاء الله دخلوا عندي الواتساب عرفتي. والله العظيم الا بغيت نصور لكم الواتساب تشوفوا البنات والله الا شي 100 وحده ما شاء الله عرفتي. والله ما كنت ناويه البنات غيدخلوا عندي لديك الدرجه، انا والله ما كنت ناويه. قالوا لي بيعي لنا هذوك اللي عندك، هذوك اللي عندي البنات راه يا يلا ربي فرحني بهم هكا باش نلبسهم ونتمتع بهم. راكم عارفين اللي كاين، والله ما كرهت نبيع لكم كون عندي بزاف منهم. ولكن البنات انا حطيت لكم هذاك، دابا غنحط لكم واحد الرقم هنا ديالي. هذا بغيتي تفصلي بغيتي تخيطي بحال دوك الكسيوات ولا بغيتي تفصلي كاع حسن منهم ولا عندك شي موديل فراسك غادي تواصلي معايا. انا عندي واحد السيده ما شاء الله كتفصل كترد اللي بغيتيها كديرها لك. غنحط لكم الرقم ان شاء الله وتواصلوا معاها، غيكون غير الخير ان شاء الله. وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله صحابات، باي باي عليكم.